وخاطيهم وسامحوهم وراهم ما يقصدوش. هذا يعيب، هذا يعيب يا لينا يا مواطنين، هذا يا رئيسنا نخبو. راهو مش سهل احنا الشيء اللي احنا فيه، راهو كان يرجعوا والله العظيم لا واحد يجي يتنفس. يلزمنا نفيقوا للعوره روحنا ونفيقوا ونطالبوا حتى الحكومه بقرارات ثوريه تطهر هذه الاداره تحيي لها تجمعي الناس. ثم بعد اعتراض، ثم بعد اعتراض، ثم بعد اعتراض. هذا بس يحمي الثوره، يحميها من الادارات. خصمه هو هو هو. لجان الحياة هم اللي قاموا، لجان الحياة هم اللي جان الثورة، اللي طاولوا.
أنا هشام بطير من عضو في رابطة مجلس حمية الثورة بصفاقس. الرسالة اللي نحب نوجهها للشعب التونسي وكل مواطن والأحزاب المعارضة اللي تتهم في روابط مجلس حمية الثورة في تونس كاملة، أن روابط مجلس حمية الثورة هي تضم عديد الفئات من المجتمع المدني، تضم كما تضم النهضة، تضم المؤتمر، تضم بعض أحزاب المعارضة، تضم النقابيين الصحاح، تضم المستقلين. أنا واحد من الناس تنجم معنا تسهل معنا في صفاقس إذا كان واحد يقول لي كوني نخدم مصلحة النهضة ونخدم مصلحة حزب معين، مانيش نخدم في مصلحة حزب معين إلا لمصلحة تونس ومصلحة ثورة تونس، واعتبار أن يعتبر أن المبدأ هو معناها اعتبار رسالة الشهيد، معناها كل شهيد في تونس هو خلانا أمانة في عنق كل تونسي وكل مواطن تونسي. الأمانة هذه هي القرار اللي قرره الشعب، قرار محكمة الشعب، حكم محكمة الشعب في 14 جون في الشعب كامل قال ديغاج إرسيدي ديغاج. احنا اليوم حبينا ننفذوا هالقرار هذا، هالقرار اللي صادر عن محكمة الشعب نحب ننفذوه، وهو بتحصين معناه سن قانون لتحصين معناه الثورة التونسية من أزلام النظام السابق. والعباد اللي تقول لكونه معناها حكم جماعي، احنا نقوله ما هوش حكم جماعي، هذا حكم يخص التجمعين اللي معناها مارسوا القمع ومارسوا الاستبداد وانتهكوا حرمات الشعب التونسي طيلة 23 عام. احنا الشعب احكم عليهم بالاقصاء، احكام الشعب يوم 14 جون في خرج قال السيدي ديغاج، ثم ان المحكمة القانونية معناها حكمت بحل التجمع. لذا معناها ما علينا الا نطبقوا القرار هذا، القرار الصادر عن محكمة الشعب اللي قالت ارسيدي ديغاج. ونحبوا نقولوا للاعضاء الثورة المضادة والاطراف الثورة المضادة، راهو الشعب التونسي معناها شعب معناها فايق وماهوش غبي، لكون الشعب التونسي مازال معناها قلبه نابض بالثورة، والأمانة متاع الشهداء متاع تونس مازالت الأمانة في عنقنا، وإحنا معناها قد الأمانة هذيك، وبحول الله سنكون أوفياء للشهداء وأوفياء للشعب التونسي وأوفياء للعباد اللي معناها تعذبوا في زمان بن علي. والناس اللي يقولوا هذا أقصى نقول لهم ماهوش أقصى، التجمعين أقصى الشعب التونسي كامل معناها طيل 23 عام. إحنا اليوم نقول لهم إحنا نقصوكم بمحكمة الشعب، المحكمة الشعب اللي قالت إير سيدي ديغاج، ومحكمة القانون اللي حلت حزب التجمع، التجمع اللي خرج معناها من الباب ما يمكنلوش أنه يدخل اليوم يرجع من الشباك. وحاجة أخرى نقولها للبعض المعارضة، بعض المعارضة الأغبياء، أنه راهو إذا كان تتصفوا مع نداء تونس مش يتقوى نداء تونس هذا، معناها نداء تونس هذا يتقوى والحزب نتاعهم تاع التجمعين يتقواو، لكن ماهوش مش يتقواو على الترويكا. الترويكا حتى إذا كان عندها 40% أو 50% مش تهبط 40%، لأن معناها القاعدة بكل صراحة نقولها، ولست من النهضة ولست من معناها من عباد النهضة، لا النهضة قوية عندها قاعدة قوية، هذا اعتراف نعرفوه اللي كونوا ناس قوية، ماهوش ماشي يستقطبهم السبشي، حتى إذا كان يستقطب يمكن باش يستقطب 5% من النهضة، لكن الأحزاب الأخرى الأحزاب معناها اللي اليسارية والأحزاب معناها سمحوني نقول مفرخة من التجمع هي قادر عليها نداء تونس أنه يستقطبها، لكن تضعف هي تضعف في استقطابها من طرف نداء تونس، هي مش تضعف والمعارضة نتاعها تضعف. أقول لك إذا كان قبل كانت معناها جملة الصفر فاصل، اليوم حتى الصفر ما 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 هيش مش جمله، ما تجمل حتى شيء. لذا نرجع ونقولوا للنقابيين صحاح، واحنا نعرفوا لكونه النقابيين ثم نقابيين صحاح في الاتحاد، واحنا نقدروا الاتحاد بالنسبة لنا احنا هيكل كبير، لكن نقولها صراحة بأن الاتحاد ساعة الاتحاد وقفت منذ الحبيب عاشور. اليوم الصفوف الأمامية والصفوف وفي القيادة نلقاو العبيد اللي معناها كانت مساندة بن علي، العبيد اللي نجدت بن علي، العباد اللي جرات في جرة عبد السلام جرات، العباد اللي أخذت مقاسم في عين زغوان ها هو موجود. لماذا يا نقابيين يا أحرار، علاش ما تنظفوش وما تطهروش الاتحاد؟ علاش ما تناديوش بمبدأ تطهير الاتحاد حتى يصبح للاتحاد يرجع للاتحاد بريقه؟ احنا نقولوا محاكمة رؤوس الفساد في الاتحاد، العباد اللي نجدت بن علي، العباد اللي عندها أوسمة على صدورها من بن علي، اليوم تجي تتزايد علينا وتتكلم مع الثورة ما عندهاش حق، نقوله لا قف مكانك احذر، الشعب التونسي ما هوش في حاجة للناس اللي نجدت بن علي
الشعب التونسي يعرف النقابيين الصحاح، والنقابيين الصحاح ما همش اللي قاعدين نشوف فيهم توا وجوههم في التلفاز والقنوات التلفزيه. نعرفوهم الكليك، نعرفوهم. يجي واحد منهم يقول انا ما نشتش بن علي، يجي واحد منهم يقول لنا انا ما عنديش معناها في المقاسم نتاع عين زغوان. انا نتوجه علاش عبد السلام جراد ما يقعش معناها محاكمته، علاش عبيد البريكي ما تقعش محاكمته على الاراضي اللي خذوها، وعلاش بالقاسم العياري هذا اللي يوميا نلقاو فيه سلجون. قولوا له يا راجل احشم، اخجل مكانك، انت خذيت معناها اراضي في المقاسم نتاع عين زغوان، انت وامثالك ومحمد سعد نتاع الاتحاد العباد خذيته. احنا حاجه اخرى، الثوره التونسيه ما جابها حتى حزب، الثوره التونسيه ما جابهاش الاتحاد، الشعب بالفعل تجمع قدام دار الاتحاد. وهنا في الصفاقس التاريخ يذكر اللي يكون نهار 12 جونفي تجمعت الشعب كامل تجمع، لكن القيادة متاع الاتحاد هنا في الصفاقس كانت عندما رفعنا معناها شعار يا عصابة السراق التشغيل استحقاق، كانوا يقولوا ويلوحونا من فوق دار الاتحاد لا لا ما نحبوش المواجهة ما نحبوش المواجهة. وعندما طلبنا معناها الخروج في المسيرة نهار 12 جونفي في المسيرة الكبيرة اللي هربت من علي، قال لك لا احنا ما نحميوش ما تخرجوش في مسيرة. وخرجنا. وهنا بالمناسبة هذه تحية لكل الشعب الصفاقس وخاصة المحامين اللي هم كانت منهم المبادرة. حاجة أخرى، رسالة نحب نوجهها لوزير العدل، وزير العدل يعاوننا القضاء، هو معناها صمام الأمان لهذه الثورة. القضاء يا سيد وزير العدل بأنك انتهجت معناها طريق بصراحة نقولها مهوش طريق الصحيح للثورة، أنك فرقت ما بين جمعية القضاة ونقابة البشير التكاري. نقابة البشير التكاري هذه معناها للقضاة، أنك احتميت بها وليت معناها تتعامل مع نقابة وخليت جمعية القضاة. ولو احنا نعرفوا اللي كونوا في تونس مازال معناها القضاة متاعنا مهومش قد الاستقلالية متاع القضاء، لكن نعرف اللي كونوا عدنا في تونس قضاة صحاح. وحاجة أخرى وآخر حاجة نقولها، لكون في تمديد للقاضي عبد القادر البهلول معناه في مسؤولية كبيرة ياسر، معناه كوكيل عام بمحكمة تونس بمحكمة الاستئناف بتونس، هذا قرار خاطئ. نعطيك حاجة، أنه معناها القضاة في تونس كاملة عندنا 2000 قاضي، إذا كان تجيب 5% من القضاة هذوما يوافقوك يا سيد وزير العدل على أنك تمدد للقاضي هذايا، والنتائج نتاع التمديد نتاع القاضي هذايا احنا شفناها، انه من اللي هو شد التمديد وخلع التمديد في يده خرج البشير التكاري، خرج عبد الرحيم الزواري. حاجه اخرى، القاضي اللي حكم معنا في محكمه التعقيب هو راجل طيب نعرفوه، راجل فاضل، لكن ماهوش راجل الثوره، ماهوش قاضي الثوره. وانا نسميه لكون السيد لطفي قلان، انا شخصيا نحترمه وعندي علاقه به نحترمه، لكن ماهوش قاضي الثوره. أنا أقول لكون القاضي هذايا هو اللي سرح معناها سامي الفهري، والحمد لله أن القضاء معناها دارك الخطأ متاعه وخلاه قرار من دائرة الاتهام قرار ثاني، لكونه توا الإعلام اللي قاعد يروج لكونه احنا حيرين كيفاش معناها الوزارة أو محكمة التعقيب خرجت ورقة، يقولوا ورقة، هذا منطق متاع محامي سامي الفهري يقول خرجوا ورقة. لا يا سيدي العزيز، نقول لك خرجوا بطاقة إيداع ثانية، ومن حق المحكمة ومن حق دائرة الاتهام أنها تصدر بطاقة إيداع ثانية في خصوص المتهم اللي فرج عنه محكمة التعقيب. والرسالة الأخيرة وهي الأولية نحب نوجهها للشعب التونسي وكل مواطن تونسي، يزمك ما تحقرش روحك، بقول أنا الأمين على الثورة هذه. كل واحد منا يزم يحمل معناه الشعور هذا، يقول أنا أمين على الثورة هذه، أمير لرسالة الشهداء، يلزم الثورة هذه نجحوها، احنا اللي نجحوها، ماهوش بالحضور هذا بس، لا كل واحد منا معناه يتصل بالعباد في القهاوي في الشوارع، الناس كليك يلزم تنضم معناه لكون الثورة متاعنا راهي مهددة من طرف ثورة مضادة يخدوها أزلام النظام السابق، يخدوها المعارضة، يخدوها بعض النقابيين معناه الفساد اللي كانوا يتمعشوا في عهد بن علي ويتمعشوا من نظام بن علي. لكن نقول لهم هيهات، الشعب التونسي شعب فايق، واحنا معنا مستعدون ولن تمروا الا على جثثنا. والحاجه اللي يقولوها اليوم لازم نكونوا يد واحده، واليوم ماشي ينطلق الاعتصام هذايا
يلزم احنا ديما محاضرين، واللي ما يحضرش يجيب خوه ويخلي شكون ينوبه ويجيب عباد اخرين. اذا كان كل واحد منا يلتزم يجيب خمسة من الناس من عائلته، احنا ثورتنا ناجحه بحول الله. واحنا راهو جينا لهنا باسم رابطه حمايه الثوره، ماناش نحميو لا في حزب سياسي لا في نهضه لا في ترويكا لا حتى، احنا نحميو في الثوره نتاعنا، الثوره اللي قالت للتجمع ديجاج احنا نحميوها، الثوره اللي قالت يزي للتوانسه من الاستبداد، يزي التوانسه من القمع. العباد اللي يقولوا نقسم ما نقسيوش التجمعين، يقولون بصحيح انت تقول الكلام هذايا خاطر انت ما عندكش مرتك اللي تمست وتمست في عرضها عرضها، ونقولوا لك انت اللي ما تمنعتش معناه وشديت السجن من اجل انك تصلي صلاه الفجر حاضر، انت اللي ما فكلوش فكلكش ارضك، انت ما تكويتش من نار الطرابلسيه. العباد اللي تقول الاقصاء، احنا نقولوا لهم راهو الاقصاء اقصاء هذايا خارج معناه وصادر عن محكمه الشعب، محكمه الشعب اللي قالت نهار 14 جون في ار سي دي دجاج، والمحكمه القانون، محكمه القانون اللي حلت وقضت بحل التجمع المقيت اللي معناه قعد جاثم على صدور الشعب التونسي مده 23 عام. شكرا.